فنان جميل كلنا بنحبه وهو تونسي الأصل. بدأ حياته لعيب كرة قدم في فريق الترجي التونسي وكان حريف، بس حصل له إصابة خلته يتجه للفن ويسافر عشان يتعلم التمثيل في أوروبا، وهناك اتمرمط وغسل صحون ومواعين بالسلك والبريل لما إيده ورمت. بس بعد فترة اتعرف على حب حياته هناك ويتجوز إنجليزية وكمان خلف منها بنت زي القمر. فتعالوا معايا أعرفكم قصة ظافر عابدين من طقطق لسلام عليكم في الفيديو ده. ظافر العابدين من مواليد 26 نوفمبر سنة 1972، والغريب بقى إنه كان لعيب كرة قدم وحريف جداً وبيلعب في الترجي التونسي، بس فجأة تعرض لإصابة خطيرة غيرت مسار حياته وخلته يقعد في البيت سنتين بحالهم. وطبعاً بسبب الزهق وعدم التدريب فقرر ظافر العابدين إنه يسلي نفسه في السنتين دول ويشتغل موديل في عروض الأزياء. وبعد مرور السنتين دول حس إنه لو رجع بيلعب تاني مش هيبقى زي زمان، خصوصاً إن كل زمايله بقوا بيلعبوا في المنتخب التونسي، فقرر يغير مساره خالص ويركز مع الفن. بعدها سافر ظافر عابدين بريطانيا ودرس هناك التمثيل واتخرج سنة 2002. والغريب بقى إنه في خلال فترة دراسته في بريطانيا اشتغل في مطاعم كجرسون وكان بيغسل الأطباق فيها، وده عشان يصرف على نفسه. وبعد تخرجه جات له فرصة للمشاركة في مسلسل بريطاني اسمه دريم تيم، وعمل فيه دور وقتها لاعب كرة فرنسي، وشارك بعدها في عدد كبير من المسلسلات الأجنبية وكانت كل أدواره مميزة. فضل ظافر عابدين على الحال ده 5 سنين بحالهم، وبعد كده بقى بيقدم برامج، مثلا قدم برنامج أمير الشعراء وكان البرنامج ده وش الخير عليه واتشهر كمان بسببه. وبعده شارك في المسلسل التونسي مكتوب، وكان أول عمل مصري يشارك فيه هو مسلسل فيرتيجو واللي قدمه سنة 2012. بعدها بقى بدأت الأدوار تجري وراه والبلية لعبت معاه. أما بقى عن حياته الشخصية فهو متجوز من ممثلة ومطربة بريطانية اسمها جوان فاريل، وتعرف عليها خلال مشاركتهم مع بعض في مسلسل دريم تيم، وجمعتهم كمان قصة حب قوية جدا انتهت بالارتباط. ظافر عابدين عنده من مراته جوان بنت اسمها ياسمين، والغريب قوي انهم بعد ما اتجوزوا ب5 سنين قررت مراته انها تبعد عن الفن والتمثيل عشان تبقى بس فاضية لتربية بنتها، لكن برضو فضلت تغني وكانت كمان بتعمل حفلات في بريطانيا. الجميل بقى ان ظافر عابدين قال ان ملوش اي دخل نهائي في اعتزال زوجته الفن، وان ده كان قرارها هي، واكد كمان انه واقف وراها. ومش بس كده، ده انتج لها كمان كليب باللغه الانجليزيه بعنوان فاير، وكمان وافق يظهر معاها كموديل في الكليب، زوج رومانسي بصحيح. زوجة ظافر العابدين بتحبه جدا لدرجة انها بتحاول تتعلم اللغة التونسية وحافظة منها شوية كلام. وكشف كمان ظافر العابدين ان هي لما كانت بتقابل والدته كانت امه دايما بتكلمها باللهجة التونسية، وهي ما بتكونش فاهمة نص الكلام لكن بتحاول تستنتج، وفي الوقت اللي بتحاول والدته انها تفهمها بلغة الاشارة اللي عاوزة تقوله. اما بقى ظافر عابدين فمش بيسيبها وبياخدها معاه في اكتر من مهرجان فني في البلاد العربية، وكان اخرها مهرجان جوي وورد اللي في السعودية في بداية 2023. اما بقى بخصوص ياسمين بنتهم فهي طالعة من صغرها لهلوبة وعندها كمان موهبة الغناء زي امها بالظبط، وكان والدها طلع في فيديو نشره لما ظهرت فيه وهي بتغني باللغة الانجليزية في حفلة في مدرستها. وفي النهاية بنتمنى لظافر عابدين كل سعادة في حياته الفنية والشخصية.